زمان قوي واحنا ايه دايما يقول لك ايه المقطم، المنطقه البعيده والمهجوره وحاجات كده، رغم ان مثلا اظن ان في 2000 و 2014 تقريبا 2014 اخر مره زرت فيه رحت فيها المقطم، ورحت ساعتها كانت مؤسسه اضف، كنت رايحه اشوف رامي شعس كان في المؤسسه هناك وكنت رايحه ان انا اشوفه، فطلعت المقطم ودي بتبقى حاجه بالنسبه لي صعبه لان ما اعرفش المكان خالص. لكن سكان المقطم عارفين ان في ميدان مشهور جدا في المقطم اسمه ميدان النافوره، كان في نافوره كده في النص هي عاده ما بتكونش شغاله وعاده ما بتكونش يعني في افضل حالاتها، لكن الميدان اسمه النافوره و فيها نافوره يعني نافور، ما هو ما ينفعش اقول يعني ما ينفعش نافوره، ما ينفعش اقول ميدان المسله وما فيش مسله، ميدان النافوره يعني في نافوره. المهم الفتره اللي فاتت كان في تجديد وكان في توضيب وكان في تعديلات بتحصل في ميدان النافوره. الناس بعد التعديلات اكتشفت حاجه غريبه قوي، ان ما بقاش في نافوره وميدان النافوره ما بقاش متسمى على النافوره، والنافوره اللي كانت في الميدان اتشالت وحطوا لهم حاجه شبه المسله. طب ما نغير اسم الميدان ونخليه ميدان المسله مثلا، يعني لو انا شايفاها صح ان هي مسله، لكن هم يعني حاجه كده شبه المثلث مع اهرامات مع مش عارف ايه. الناس طبعا وهي كاتبه والتعليقات اللي هي كاتباها بيقول لك يعني بالظبط، ده طالب اظن اللي كان كاتب التعليق، كنت شفته تعليق كده في طالب في كليه هندسه بيقول لك يعني ده بالظبط كده لما كنت اتزنق في مشروع فادخل على جوجل اغش حاجه، هو ده اللي حصل. انت ما اهتمتش الشارع اسمه ايه، يعني ما اهتمتش الشارع اسمه ايه، انت اللي طلعته قدامك خدته اي حاجه وحطيتها، ما اهتمتش ان المفروض ده هنا يبقى فيه نافوره ونافوره تبقى شغاله او مش شغاله حتى، بس تقدر تعمل نافوره، وعملوا لهم كده وهي حاجه اسمهم فرحوهم وخلاص. التعليقات بقى طبعا زي مثلا مها عزوز اللي اول حاجه بتقول هي فين النافوره، ولا الميه قطعه، ولا الكهرباء بتاعتها هي اللي قطعه. لا يا مها، هو ما فيش نافوره اصلا. يعني في كمان التعليق الثاني من وائل توفيق قال بنوفر مي بنوفر ميه النافوره وبنصرف كهرباء، يعني شويه الميه اللي هي بتقعد تجدد نفس، يعني هي نفسها بتفضل دايره كده ليها شبكه كده رايحه جايه بيها، بيقول لك بنوفر الميه وبنعمل كهرباء وبنصرف كهرباء. وفي سوزان ابو شادي اللي كتبت وقالت مصاريف كتيره ملهاش لازمه وسايبين المستشفيات تنهار، يعني اهو مش انا اللي بقول. وفي كمان هبه انيس قالت وهيفضل اسمه بقى النافوره ولا هو من غير نافوره وهو من غير نافوره. كمان هاني عبد الهادي اللي بيقول ما تزرعوا فيه بقوليات بدل ما هو منظر وعلى الفاضي. في كمان نزار الخطيب بيقول عقبال ما يتسفلت شارع 85 عند مدرسة جابر الصباح الثانوية بنات، والله مأساة. في كمان نيفين الفادي الفضالي بتقول عايزين المقطم بتاعنا، حاسين اننا في غربة. واخيرا اسماعيل شلبي بيقول شغل ابو 50%. يا ترى يقصد مين بشغل ابو 50% ده؟ والناس طبعا واخداها وبتضحك بيها بشكل كبير.